ما جرى قبل يوم أمس بالتحديد ساعة ثالثة فجرا، نعم، تحركت قوة من المسلحين بسيارات من نوع أمريكي جي أم سي تاهو، وقاموا بتهديد الحرس المكلفين بحماية المنطقة اللي هي مدينة الألعاب، وقاموا بجلب شفلات عدد 7 وأسقطوا جدار تلك المدينة. طبعا هذا الأمر معروف، هناك الكثير من يحمل السلاح المنفلت ولديهم تماهي واتفاقات مع أحزاب تقليدية، الأحزاب التي لا تعالج حالة الفساد من أجل الاستيلاء على الأراضي. ففي الساعة الثالثة تحرك بعض الأخوة، شافوا ظاهرة غريبة الساعة 3 بالليل، وشافوا بأن هناك تهديد، صاحبين طبعا يعني في حالة تأهب بإطلاق النار، هددوا الحرس وأجبروا اللي مسؤول عن مولدة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي حتى ما ينعرفون. في نفس الآونة وبعد ساعات من هذا الأمر توجهت سيارة تاهو أيضا بإطلاق عيارات نارية على بيت الثائر أحسان، وبعدها توجهوا من أجل خلق نوع من البلبلة أولا هذه الجهات المسلحة، والشيء الثاني من أجل أن يغض النظر عما حدث في محاولة الاستيلاء على الأراضي اللي هي في مدينة الألعاب. فقاموا بإحراق جزء من سوق خرج، وقاموا أيضا بإحراق والتعدي على دائرة الأملاك وحرق ملفات. قام بالحرق هي جهات حكومية أو جهات تابعة للحكومة لو طرف ثالث، لأنه تفرق. المحتجين ما كانوا موجودين في هذا الوقت، زين. بمعنى هذه مسؤولية الحكومة المحلية أولا، سيارات تحمل سلاح ولا تحمل أرقام وتطلق النيران وتروع الأهالي في الديقار وتنطلق إلى مكانات أخرى، ومسكوا بعض اللي كانوا يقودون شاحنة الشفل اللي قامت بهدم الجدار، والتحقيقات جارية وأعتقد سيتم الإعلان عنها.